شوفوا يا جماعه، احنا الحلقه دي هتبقى حلقه حلوه، وجزء من جمال وروعه الحلقه دي هي ضيفتنا اللي موجوده معانا في الحلقه. فرايي، وانا اظن في راي الغالبيه العظمى يعني من المشاهدين والجماهير زي ما بيتقال، انها واحده من اقوى الفنانات اللي موجودين في مصر وفي المنطقة العربية. وليه بقولك كده؟ لأن عندها قدرة حقيقي مخيفة على تجسيد أي شخصية، بل إنه مستعدة دايما كمان للقيام، من وجهة نظر أنا، بمغامرات أنا مش شايف إنها بالضرورة تقوم بيها. وهقولك في الحوار معاها مغامرة زي الإيه وليه توافق على ده، وإن كان أظنه تحدي وتألقت فيه بشكل مذهل بشكل مخيف. أنا مش هقولك غير لما الأول هنشوف ويلكم كليب لطيف وبعدين نرجع نكمل الكلام. في مدام عايزة حضرتك، اسمها صفاء. صفاء أختي زيدان باشا. أهلا بيك، تفضلي يا حبيبتي تفضلي. بلاش السكة اللي أنت ماشي فيها دي يا زيدان، هتهد كل اللي احنا بنيناه. انت اخويا انا بس، ممنوع حد يخش حياتك، ممنوع حد يزعجك الا مراتك وبنتك واختك. دفتر الشيكات اهو، ما يغلاش عليك. بس احب اقول لك، الفيلا القديمه تلزمني. مبروك عليك يا روح قلبي. عايزه حاجه تاني تقولها لي؟ الدلع والنعيم اللي انت فيه شافته مراته الاولانيه، وبتشوفيه انت دلوقتي، وهتشوفوا اللي بعد منك ان شاء الله. لا 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 لا، الكلام ده يأخر ما يقدمش يا زيدان. حاسب، انا ملاحظه انك متغير بقالك شهر. الفلوس مش اكل وشرب بس، الفلوس هي الحياه. مش انتي مدام صفاء؟ انسه. خلاص بقى، ما المسألة ما فيهاش تشويق، هي انتصار. منورانا جدا 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 جدا. اهلا بيك واهلا بكل المشاهدين. كل سنة وانت طيبة. وكل سنة وانت طيب. شوفي، انا من ضمن الكلام اللي كنت بقوله، بقول انه انتصار ما عندهاش اي تردد في انها تخوض مغامرة. وبعد كده قلت انا هسأل السؤال، مغامرة زي ايه؟